اول شيء هذا مو بلقاء الاول. نعم. احنا احتفينا فيك لما اخذت المركز الاول في على العالم. نعم. بخطابه في امريكا شرفتنا عام 2015. الله يعطيك العافيه. انت برضو لا مانع ان نقول قصتك مره ثانيه، كيف كانت واليوم كيف وضعك انت؟ القصه طبعا ابتدت هو طبعا الانسان اللي مصاب بالتأتأة يعني تعود الى انه هي اصلا يعني مشكله يعني نفسيه واجهها ايام الصغر. طبعا اغلب المتأتئين يعني حتى يعني يمكن حتى ما يعرف وش كانت هذه المشكله اللي سببت عنده هذا التأتأة. انا طبعا اول شيء اتذكره انه كنت في الصف الاول بدايه او الظهر الثاني ابتدائي، ودخل علينا الفصل احد الاساتذه وحط قدامي اللي هو المصحف وقال لي اقرا. وبدأت اقرا، اتذكر انها كانت سوره قل هو الله احد. وعندما بدأت بالقراءة بدأت أتأتف اللي في حرف القاف. قام الأستاذ وني يضربني. قال إيش فيك أنت ما تفهم؟ ضرب كذا على طول. ضرب كذا على طول. قال أقرأ مرة ثانية. وين المدرسة دي؟ ها؟ وين؟ هذه كانت في المنطقة العسكرية في أبها. فحاولت إني أقرأ مرة أخرى وقمت أتأتف مرة ثانية وقام إني يضربني مرة أخرى. قال أقرأ. حاولت أقرأ مرة ثالثة، قال وقف أنت شكل ما منك فائدة. أحياناً بعض الأشياء التي تقال يعني بعض الناس حتى يمكن يقول يعني كلمة لا يلقي لها بالاً، وقد تكون هذه الكلمة طبعاً دمر حياة إنسان، أما أنها تدمر حياة إنسان أو أنها ترفع في حياة إنسان آخر. أنا في هذيك الوقت يعني صار عندي قناعة أنه فعلاً أنا ما مني فائدة، يعني ليش أنا غير يعني بقية الطالبين اللي في الفصل؟ ليش أنا ما أعرف أتكلم يعني زيهم؟ و كان عندي احدى خيارين، اما اني اواجه هذه المشكله اللي عندي او اني يا رجال خلف امك ساكت ان شاء الله ما يصير معك شيء. وكان هذا الخطا اللي ارتكبته ايام ما كنت صغير، كنت يعني احاول بقدر الامكان اتحاشى الناس واتحاشى الجميع، احاول بقدر الامكان اني ما اتكلم، لاني كنت انظر الى التأتأة على انها مثلا عيب او انها شيء انه يجب انه انا اخفيه، انه يعني تحس بالنقص عندما تتكلم. و اللي يجعلها اكثر انه لما تكون مثلا في يعني امام الطلاب في المدرسه مثلا وتضطر انك تتكلم وتأتأ ويبدا عليك الضحك ويبدا عليك السخريه ويبدا عليك الاستهزاء. نعم. فالواحد يقول يا اخي انا ليش اوجع راسي؟ يعني خلني ساكت احسن لي. واعتقد انه اغلب المتأتئين يمرون بهذا الشيء. يعني انا في من الناس اللي مثلا اللي راسلوني يبغون مثلا نصيحه كذا، يقول يا استاذ محمد انا احاول بقدر الامكان اني اتحاشى حتى اروح اطلب من يعني مطعم ولا شيء عشان ما اوقف يعني ثاني اتكلم مثلا. مشكله يعني انا لا انظر الى التأتأة على انها ثاني مشكله. محمد انت تخطيتها في امريكا ولا قبل؟ لا انا يعني يعني ابتدت مشوار تخطي المشكله لما وصلت الى مرحله الثانويه. اتاني احد الطلاب الله يذكره بالخير، وحب اذكر اسمه الاخ الغالي منصور الشريف، اتاني قال يا محمد ما شاء الله عليك انت دائما ذكي وكذا، لكن ما اخبرني او ما اذكر اني سمعتك وانت تتكلم. قمت احاول اشرح له اني ما اعرف اتكلم وكذا، قال لا انت مشكلتك خوف من مواجهه الناس، اذا تبغى تتغلب على المشكله اللي انت فيها وقف قدام الطلاب في الاذاعه المدرسيه وابدا تتكلم. صحيح. واليأس اللي كان فيني هذاك الوقت لما الواحد يعرض عليك يعني فكره. كم كان عمرك؟ كان عمري تقريبا يمكن 16 سنه 15 تقريبا. فاليأس اللي فيني هو اللي دفعني اني اخذ بنصيحه هذا الشخص، بالرغم انه هذه النصيحه في بالي كان يعني صحيح غريبه نوعا ما. فلما وقفت امام الطلاب بديت اتكلم في الاذاعه وبديت يعني أتأتأ وضحكوا علي كامل الطلاب، وحسيت ان الشيء اللي انا كنت احاول اتحاشاه طول حياتي رحت لبرجيل. فلما رحت مره ثانيه قلت انت قلت لي اذا طلعت تتكلم ان هذه المشكله اللي عندي راح تروح. قال راح تروح بس ما راح تروح من اول مره، ارجع جرب مره ثانيه وثالثه ورابعه. المشكله في اغلب الناس انه يحاول شيء لمره واحده صح بس ما ينجح. بس انت محمد اعتقد انك وجدت ضالتك في اللغه الانجليزيه، انت اللغه الانجليزيه اعتقد انها كانت فتح عليك.